معكم موقع العرب. أنا كمدير للمدرسة بعرفته بنفسي مظبوط بالآخر حمد سيد أحمد، رح تتعرفوا على الهيئة التدريسية، بتقدروا تتوجهوا لي في أي وقت بدكم إياه، بالورقة اللي رح تاخذوها اليوم الأهالي رح يكون في رقم تليفونات المدرسة وبرضه تليفوني. أهلا وسهلا فيكم، شرفت. بدنا نوقف بهذا الشكل هون، كل يوم بدنا نوقف بهذا الشكل لما برن الجرس. إسا أنتوا بعدكم تعرفوش مين مربي صفكو، بعدكم تعرفوش مين طلاب صفكو، أنتوا جايين من مدارس مختلفة، أنتوا صرتم مقسمين. إسا بقولكم بالضبط كيف بدنا نتوجه لأنو قسم، كل طالب يعرف مربي صفه، في عنا قائمة جاهزة. بالنسبة للأهالي إذا أي أهل أي شخص عنده طلب خاص أو أي شغلة ممكن يتوجه لي بشكل شخصي أو للمربي إذا في إمكانية تلبية هذا الطلب، ما في ولا أي مشكلة. إحنا عشان ما نعوقكم كثير في عنا بعض التعليمات الصغيرة للطلاب. اسمعوني، أولا إحنا بنرحب فيكم في مدرسة المتنبي الابتدائية، إحنا مدرسة صغيرة، إحنا 8 صفوف رح نكون من 7 ل 9 صفوف، مدرسة اللي هي بتنمو، السنة الجاية رح تكون عندنا خوامس، والخوامس يكملوا بعد 2 سنين للسوادس، راح تكون مدرسة ابتدائية زي باقي مدارس سخنين. بالنسبة للملابس أنا شايف الطلاب مع شعار وإشي من مدرسة السلام وإشي من الغدير أو بلا شعار. كمدرسة جديدة بعد فيش عندنا شعار، إن شاء الله إحنا هيئة التدريسية راح نختار شعار وراح نطبع الشعار على الملايين، ولكن لهي السنة أي طالب بيجي على المدرسة مع شعار أي مدرسة أخرى لأنه صار مشتري الأواعي أو بدون شعار ما فيش ولا أي مشكلة. إحنا نطلب انه بلوزه زرقاء بدون اي شعار مع بنطلون جينز. بالنسبه لمربي الصفوف، كل طالب اليوم بروح بورقه معاه مكتوب عليها مربي صفه مع بعض التعليمات. احنا بدنا بما انه احنا انتقلنا لمبنى جديد بدنا كل التفاصيل الشخصيه عباره عن استماره، بنطلب من كل الاهل ان يعبوها. بالنسبه للتوقيت، اليوم كل المدرسه مروحه الساعة 12:05، احنا بتوقيت رمضان الدرس 35 دقيقة، الحصة السابعة بتنتهي الساعة 2:10، متأسف 1:15، والحصة الثامنة بتنتهي الساعة 1:30 و5. أيام الاثنين وأيام الأربعاء بكون عندنا حصة ثامنة اللي هي بتنتهي الساعة 1:30 و5. ما عدا ذلك الحصة السابعة بتخلص 1:15. أما اليوم راح يروحوا اليوم وبكرة الساعة 12:05 الطلاب راح ينام.